السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا شباب. نكمل بعد دراسة الطرزين الكروموسوميين لكل الذكر والأنثى في الإنسان زي ما احنا شفناهم قبل كده، ادي اهو الذكر اكس واي والأنثى اكس اكس، تمام. طيب تعالى بقى نشوف، بيقول لي يوجد في الخلايا الجسدية للإنسان ذكر كان أو أنثى 46 كروموسوم، يعني 23 زوج، تمام. بيتم ترتيبهم في أزواج متماثلة، تمام، يعني ادي ايه واحد الزوج واحد والزوج اتنين، يعني اتنين اربعة ستة تمانية كده، تمام. طيب ازواج متماثلة تنازليا حسب حجمها من واحد لايه لتلاتة وعشرين، يعني واحد هو اكبر كروموسوم، تمام، 22 هو اصغر كروموسوم. طب 23 ده قلنا ايه؟ لا 23 الاكس كبير، المفروض يتحط قبل التمانية بعد السبعة، بس هو عشان جنسي حطيناه في الاخر، والواي ده صغير، تمام. طيب تعالى تسمى الازواج من 1 ل 22 بالكروموسومات الجسديه، ادي اهو لحد هنا دي كروموسومات جسديه، اما الاكس والواي دول جنسيه. جنسيه ليه؟ لان هم دول اللي بيحددوا الجنس، لو اكس اكس تبقى انثى، لو اكس واي يبقى ولد ذكر، تمام. طيب يسمى الزوج رقم 23 بالكروموسومات الجنسيه لانه يحمل معلومات وراثيه خاصه بتحديد الجنس ذكر كان او انثى. ادي يا سيدي دي صورة الكروموسوم واي تحت الميكروسكوب الالكتروني، وده كروموسوم الاكس تحت الميكروسكوب الالكتروني، وبيقول لك هنا لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم لانه يلي زوج الكروموسومات رقم 7 في الحجم، ولكنه يرتب في نهاية الكروموسوم ويحمل رقم 23. طيب الكروموسوم الجنسي رقم 23 ده بيقول لك غير متماثل في الذكر، في الذكر اكس واي، تمام، احدهما طويل اكس والواي قصير، تمام، اما في الانثى، تمام، بيبقى اكس اكس، في الانثى ايه بيبقى اكس اكس متماثل، تمام. طيب بيقول لي بقى ان هم لقوا ان في خلايا الانسان ومعظم الحيوانات زي الحصان والقرد وحشره الدروسوفيلا، تمام، دول بيبقى عندهم كروموسومات جنسيه نوعين اللي هم اكس واي، تمام، يعني تلقى في الحصان الذكر اكس واي والانثى اكس اكس، وهنا في الانسان الانثى اكس اكس والذكر اكس واي، وفي الدروسوفيلا نفس الايه الحكايه، في نوعين الكروموسوم، تمام، اللي هم الاكس والواي، تمام، فالميل اللي هو الذكر اكس واي والفيميل اللي هي الانثى اكس اكس. طيب بيقول لي هنا سؤال، اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات التاليه، اصغر كروموسوم في الحجم في الطراز الكروموسوم لمواليد انثى الانسان فهي هو كروموسوم رقم 22 زي ما احنا عارفين. ليه؟ لان 22 ده هو اصغر واحد في الترتيب من واحد لحد ايه 22، واحد اكبر كروموسوم و22 اصغر واحد، تمام. هتقول لي 23، اقول لك لا 23 في كروموسوم اكس المفروض ترتيبه بين السبعه والثمانيه. طيب اي العبارات التاليه صحيحه، يختلف عدد الكروموسومات، تمام، الجسديه باختلاف الجنس في الانسان. لا الكروموسومات الجسديه اللي هي من 1 ل 22 ما بتختلفش. طيب تتشابه الكروموسومات الجنسيه في كل من ذكر وانثى الانسان، الكروموسومات الجنسيه اللي هو رقم 23 في الذكر والانثى واحد، لا مش صح. طيب جيم توجد المعلومات الوراثيه في كل من الخلايا الجسديه والخلايا الجنسيه، صحيح العباره دي صحيحه، الخلايا الجسديه اللي هي خلايا الشعر والجسم فيها المعلومات الوراثيه بتاع الشخص كله، والحيوان المنوي فيه المعلومات الوراثيه، والبويضه فيها المعلومات الوراثيه. يقتصر وجود المعلومات الوراثيه على الخلايا الجنسيه فقط؟ اجابه خطا، يبقى الاجابه بتاعتنا ج، تمام. طيب بعد كده هن شاء الله هنكمل مع بعض اسئله، واتمنى الناس تدعمنا، اللي يعجبه الشرح هي تدعمنا، دي اول تجربه ليا في الشرح باللغه العربيه، انا كنت بشرح بيولوجي الاول باللغه الانجليزيه لمدارس اللغات، فقررت ان انا اشرح للناس بتوع المدارس العربي، وان شاء الله الاقي متابعين اكتر، وزي ما انتم شايفين يعني الشرح الفيديو بياخد مني مجهود، وبحاول بقدر الامكان، انا كنت بعمل لبتوع اللغات الفيديوهات من الكتاب، فقررت ان شاء الله ابدا السنه دي اعمل فيديوهات يعني الى حد ما احترافيه، واتمنى للجميع التوفيق، وما تنسوش يا جماعه ادعمونا عشان اقدر استمر، لو دعمتوني اكتر باللايك والشير ونشرتوا القناه هكمل لكم المنهج والامتحانات كمان، وان شاء الله يعني ايه هتزيطوا معانا ان شاء الله في المنهج، و